أخي أبو حازم، أنا الحمد لله بملك بدال البيت بيوت، وبدل السيارة سيارات، وفي مصاري بتكفي مصروف 5 عيال. ما شاء الله ما شاء الله، الله يرزقك من كل حدب وصوب، مصاري وبيوت وسيارات وأطيان. وما لهلا ما فهمت شو بدك أخي. من الآخر، نعم، أنا جاي أطلب إيد الأنسة مغا. مرام لمين؟ لعيلي. مو ملاحظ يعني هيك إنه في شوي هيك يعني فرق مسافة كبيرة بيناتكم بالعمر؟ شو علاقة الفرق بالعمر؟ القصة إما قبول أو غفط. تعرف لو ما كنت بعمر أبي والله لأمسح الأراضي فيه. مطيع؟ ما بيصير يا مطيع، ما بيصير، عيب، هذا ضيفنا ودايس بساطنا. يعني أنا قاصر خالي إني طقه كفين هرلو سنانه، بعدين إذا هو قليل أدب وقع أنا بكون مثله؟ عيب. عفوا، أنتوا ليش عم تحكوا معي هيك؟ ولا عم نتسلى نحن علاكين. هاي المصاري جزء من متقدم الأنسة مرام. مرام هيك بعد إيدك لقلك اللي جزء ما أنا رح عدد 3. إذا قلت 3 بالساك على الطاولة بدي خليك تنسى الحليب اللي رضعته. 1 2 قوم يلا. خلصتي؟ حملهم معك درب السلامة طرف ابن العبد. لحظة يا نورس بيك، لحظة يتحرك. اسمع يا نورس بيك، من 20 سنة وقت رفضناك ما رفضناك لأنك فقير، رفضناك لأنه ما كان مستقبلك واضح وما كان عندك أي شيء من مقومات الحياة لحتى تبني بيت. وهلأ مع كل سياراتك وبيوتك وأملاكك كمان بنرجع وبنرفضك. ليش؟ لأنك واحد ندل وواطي وحقود وما بتستاهل. مو كندرتي ولا حتى كندرت بنتي. سمعان؟ لحظة مطيع، الحقوا بالشنتاي. حاضر. إذا شفت الشمس محجوبة بقلب حجاب، وإذا شفت القمر بتدور ناطر على باب، وإذا شفت نهارك بالليل شبك ختيار، وإذا شفت نجومك لدات وضوك محتار.